السلام عليكم، كيف وعدتكم غادي نكملوا على الحلقه اللي دازت اللي عطينا اللي خدينا كلمه الجهل وزدنا عليها كلمات اخرى شنو كتعطي. دابا غادي نغيروا كلمه الجهل وغنبدلوها بالعلم، حيت الا خديتي العلم وزدتي عليه الفقر كيعطيك القناعه، والا خديتي العلم وزدتي عليه الثراء يعني الترفيحه كيعطيك الابداع، ولا خديتي العلم وزدتي عليه الحرية تعطيك السعادة، وإلا خديتي العلم وزدتي عليه السلطة تعطيك العدل، وإلا خديتي العلم وزدتي عليه الدين تعطيك الاستقامة. يعني الدول اللي ناعسة وكتجهل في الشعب ديالها تتهدم ليه المنظومة الأسرية والتعليمية، استثمروا في الإنسان واستثمروا في العلم، راه كلنا غادي نربحو الى قرينا كنا وتوعينا. السلام عليكم.